مع مطلع العام الجديد تصاعدت ثورة البحرانيين ضد عائلة آل خليفة المستبدة والفاسدة، فقد تصاعد الغضب الشعبي في القرى والبلدات البحرانية بعد إقدام عائلة آل سعود على إعدام آية الله الشيخ نمر باقر النمر، إذ خرجت البحرين عن بكرة أبيها غضبا على تلك الجريمة التي ارتكبها آل سعود أسياد آل خليفة، وصدحت حناجر البحرانيين بالشعارات المنادية بإسقاط نظامي آل سعود وآل خليفة وللتأكيد على استمرار الثورة مع قرب حلول الذكرى السنوية 5 لانطلاقتها. شهدت القرى والبلدات البحرانية صدامات مع قوات المرتزقة التي اعتقلت بعض الناشطين بشكل وحشي، وكما حصل في سترة الثائرة. السلطات واصل سياساتها القمعية بحق البحرانيين، وأصدرت محاكمها الجائرة أحكاما بحق عدد من المعتقلين في سجن جو على خلفية الأحداث التي اندلعت فيه في مارس من العام الماضي احتجاجا على سوء معاملة المعتقلين. وأما في الخارج فقد واصل الحقوقيون البحرانيون استهدافهم للعائلة الخليفية، إذ شن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية حملة دولية ضد سلمان إبراهيم الخليفة المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتهم بالمشاركة في اعتقال وتعذيب رياضيين بحرانيين شاركوا في ثورة 14 من فبراير عام 2011. الحملة حظيت بتغطية إعلامية دولية ومن مختلف الصحف العالمية والشبكات الإخبارية. انقضى شهر يناير ودخل البحرانيون في شهر الثورة التي تأبى التراجع أو الانكسار وحتى إسقاط النظام الخليفي.